بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بالجميع. هذه تتمة لسلسلة المتفق والمفترق من الأسر الخليجية، نرصد فيها الأسر المتفقة لقبا والمفترقة نسبا من خلال ما بين أيدينا من مئات الألوف من الوثائق العربية والعثمانية والبريطانية وكتب التاريخ والأنساب. كنت قد تكلمت مسبقا عن لقب الجنيد في الخليج، ووقعت فيه في بعض الوهم ونسيت بعض الأسر، فأردت أن أصحح ما ذكرته هناك. من الأسر التي تحمل لقب الجنيد الأهل عنيزة، أوردهم الشيخ محمد العبودي، ولهم فيها بعض الوثائق امتلكوا بعضها. وهناك أيضا في عنيزة وفي بريدة أسرة تحمل اللقب نفسه، ولا يستبعد أن يكون بينهما رحم قديم، لكنهما يحملان لقب الجنيد لي. وهناك أيضا وثائق لكلتا الأسرتين. من الجنيد الأسرة نزحت من نجد واستقرت في الكويت، وهي معروفة إلى اليوم، وعندي لهم بعض الوثائق، منهم الشيخ محمد بن جنيدل رحمه الله تعالى، والمولود في الكويت في الحي القبلي فيها في حدود سنة 1890، تلقى العلم على يد الشيخ عبد الله الخلف لدحيان رحمه الله تعالى. من الجنيدل أيضا أسرة في شمال المملكة العربية السعودية، وترجع في نسبها إلى الجلاعيد من الدهامشة من عنزة، ولهم وجود أيضا في نواحي المملكة العربية السعودية، ومنهم الجنيدل أهل الشعرة، منهم الشيخ سعد بن جنيدل رحمه الله تعالى. وهناك أيضا أسرة تحمل لقب الجندل هكذا، موجودة في الرياض وفي المجمعة. هذه بعض المقتطفات حول بعض هذه الأسر، وأردت هنا الاختصار دون البسط حول ما يتعلق بتاريخ هذه الأسر، فالكلام عليها يطول إن شاء الله، وموعدكنا جميعا إن شاء الله في حلقة مقبلة من ضمن هذه السلسلة المتفق والمفترق من الأسر الخليجية.